السلام عليكم مشاهدين، مرحبا بكم في قناة أم حسن. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم خبز الحنين اللي ما نقولش لكم على المذاق ديالو. تيجي غزال، تيجي رطب وكيدوب في الفم. ما تنساوش ديروا لايك واشتراك القناة باش يوصلكم كل جديد. تابعوا الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله، بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو، غنحتاجو واحد جوج بطاطات يكونوا كبار، يكونوا مسلوقين ومقطعين. غنحتاجو قريصة ديال الملح، جوج معالق ديال الحليب غبره، معلقه صغيره ديال الخميره فوريه، واحد البيضه، جوج معالق ديال الزبده العاديه، وربعة الكيسان ديال الدقيق قياس كاس ديال العنبه. اول حاجه في اناء كبير ولا شي كسعه غادي نوضعوا البطاطا، غادي نمعكوها بالفرشيط. الا ما بغيتوش تستعملوا الفرشيط ممكن لكم تستعملوا الطحانه، انا كنفضل الفرشيط من الاحسن. من بعد ما نمعكوها مزيان حتى تجمع لينا البطاطا مزيان، هي اللي من بعد غادي نوضعوا الدقيق ونوضعوا العناصر كامله ونبقاو نعجنوها بالماء بحال كنعجنوا البطبوط العادي. من بعد ما جمعت العجينه مزيان غادي ندير لها السلوفان ونخليها ترتاح تقريبا واحد 10 دقائق، ترتاح شويه اللي من بعد نكرصها. من بعد ما دازت 10 دقائق غنحيد العجينه من السلوفان وندهن يدي بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش لينا العجينه، وغادي نبقى نقطعهم هكا كويرات صغيرين على حسب اللي بغيتو. بغيتو ديروهم يجوكم خبيزات كبارين تقطعوهم كبار، بغيتوهم يجوكم صغيرين بحال كيما درت انايا قطعوهم صغيرين. كما كتشوفوا المقادير اللي درت هذه هي الكميه اللي عطاتني. ندوزو دابا نقرصوا الكريسات ديالنا. كما كتشوفوا اول حاجه غادي نرشوا سطح العمل بشويه ديال الدقيق، ما نرشوش بزاف، غنرشوا غير شي شويه اللي غيساعدنا باش ما تلصقش لنا العجينه لانه فيها البطاطا تيجي رطب ويقدر يلصق لينا. منين غنرشوا سطح العمل بشويه ديال الدقيق ونقرصوهم يعني بالطريقه العاديه اللي كنديروا ديال البطبوط، غادي نقرصوا الكريسات ونحطوهم في واحد الطاوله اللي نكونوا دايرين واحد المنديل ولا واحد الزيف ديال الخبز، ونحطوا عليها ديك العجينه حتى نساليو يعني تقرص كامل ديال الكريسات، ونخليهم يخمروا تقريبا ربع ساعه يعني 15 دقيقه نخليهم يخمروا. هلي من بعد غادي ناخذ المقله اللي كنطيبوا فيها الخبز، غادي نرشها بشويه ديال الزيت ونبقى نطيب هذوك الكريسات ديالي. يعني هذه هي الطريقه اللي تندير. من بعد ما خمرت لي العجينه يعني دازت ربع ساعه، كنرش شويه الزيت في المقيله وكنحط دوك الخبيزات وكنبقى هكا ندور باش كيتحمروا لي الجوانب كاملين، وكنبقى على هذه الطريقه حتى كنسالي الكريسات ديالي كامل. هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز الحنين، كنتمنى يعجبكم، راه تيجي رطب وهشيش، كنصحكم انكم تجربوه ما تندموش. ما تنساوش ديروا لايك واشتراك للقناه باش يوصلكم كل جديد باذن الله، وما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم والتشجيعات ديالكم. تبقاو على خير.